السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. الدنيا كلها مقلوبة، وبعض إسقاط الزملكاوية، حتى مرتضى منصور وكلام كله عن النادي الاهلي وفيوتشر وخطف اللعيبه من معسكر منتخب مصر للشباب مرتضى منصور، رغم نفي الجميع. محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب قالك هذا الكلام لم يحدث، ونور الدين البحار اساسا انهى المعسكر الخاص بيه من يوم 7 يوليو الشهر الجاري، وقال لك زي ما قلت حضراتكم على القناه البديله، وقلت ان هو سافر انجلترا ما طلعش على اتحاد جده يعني، لكن للاسف وعلشان يحضر حفل تخرج اخته. لكن للاسف تشوف بعض الناس ومشجعين نادي اتحاد جده وبعض الجمهور السعودي بيهاجم النادي الاهلي وتجاوز في حق النادي الاهلي وبيعوموا على عم الدردير. ومرتضى منصور رغم هذا النافي ما اكتفوش بذلك، كمان زي ما زجوا باسم فيوتشر، لان الاهلي وفيوتشر هم اللي عاملين مشكله عند مرتضى منصور والزمالك. زجوا فيوتشر وقال لك عبد الظاهر السقا دخل وحصل على توقيع حارس مرمى منتخب مصر للشباب، وهذا الكلام عاري تماما من الصحة، لم يحدث أبدا يعني. حتى أمير توفيق قال لك معسكر نشر صورة ليه هو في الساحل الشمالي وقال ربنا يهديكم من إشاعاتكم، ده معسكر الساحل الشمالي يعني، هو موجود في الساحل الشمالي يعني، بيقضي أجازة العيد له في معسكر منتخب مصر. قال لك سابوا نور الدين البحار وراح على لاعب تاني اسمه صلاح أبو باشا، ولا صلاح باشا. نشر بعض الصفحات الزملكاويه نشر قال لك فضيحه جديده لنادي المبادئ، النادي الاهلي بيهاجم النادي الاهلي. قال لك مسؤولين الرياضه اللي عايزين يزملكوا الدوله فتحوا معسكر منتخب. المهم انه بيغنوا رغم ان كل واحنا عارفين طبعا مين اللي كان بيتم التوقيع ليه ايام المدير الفني هكتور كوبر واسامه نبيه، ومين اللي كان بيخشوا من الزملكاويه ووقعوا اللعيبه، عارفين كلنا مين ومعسكر مين، لكن مش عاوزين نقلب في اللي فات. لكن انت النهارده لما بنتكلم عن وقائع، لكن انت بتغني حكايات وترد عن نفسك يعني. بيقول لك ايه امير توفيق مدير التعاقدات موجود بشكل شبه يومي، والراجل قال لك موجود في الساحل يعني، ويعسكر معاهم ويوقع على لاعبي الشباب المرغوب فيهم في التوقيع للنادي الاهلي. امير حصل على توقيع صلاح باشا مهاجم اودونيزي لمده 4 سنوات رغم انه متبقي في عقده مع اودونيزي سنتين، واداره اودونيزي طلبت تحقيق مفصل من اتحاد الكوره. اداره اودونيزي طلبت نفس الكلام قالوه على نور الدين البحار في اتحاد جده، قال لك طلبت نفس الغباء، نفس النهج ونفس الاسلوب ونفس الغباء. المهم سيبك من الهري ده بقى، طلع اللاعب صلاح باشا على صفحته على انستجرام خد الخبر وهوب راح عم قال لك اكس، قال لك انا صلاح باشا لاعب نادي اودينيزي الايطالي ولسه واصل مصر اول امس ها، وما اعرفش اي حاجه عن الكلام ده. وطبعا عمل مداخله مع شوبير اللاعب قال لك مفيش اي حاجه لسه واصل ولا في اي حاجه من الكلام من هذا. يستحوا بقى المسؤولين في نادي الزمالك، يستحوا اعلاميين نادي الزمالك، لكن لا مستمرين في الكذب. نادي فاركو بيقرر تفعيل بند شراء محمد صبحي من نادي الزمالك بشكل نهائي. مرتضى منصور اتكلم عن رمضان صبحي، قال لك احنا عندنا معانا فلوس، فلوسنا كتير ونقدر نجيب اي لاعب جمهور الزمالك يؤمر، لكن رمضان صبحي خارج حساباتنا. قال لك لاعب محترم ولاعب زملكاوي لكن مش في حساباتنا حاليا، واحنا صرفنا النظر عنه. طب صرفت النظر ليه لما فلوسك واقدر؟ طب ما فيش بيع طبعا، مش هيقدروا يديله الراتب اللي رمضان بياخده في نادي بيراميدز. ايضا مش هيقدروا يقنعوا او هيدفعوا المبلغ الشده دافع فيه 2.5 مليون يورو نادي بيراميدز، هل الزمالك ياخده ببلاش يعني؟ لا طبعا يعني. في نفس السياق مرتضى منصور بيهاجم النادي الاهلي وبيتكلم باسلوب يعني، هو مش غريب على مرتضى منصور اللي عمل فيديو هاجم فيه النادي الاهلي. مرتضى منصور قال لك عيب والله اللي بيحصل ده يا جماعه، احنا مش في غابه ولابد من وقفه بسبب ما حدث بخصوص اللعيبه صلاح باشا ونور الدين البحار يعني الاهلي، و ان امير حصل على اللي حصل مع اللاعب نور الدين البحار هو نفس اللي حصل مع مهند لاشين، تم خطفه من معسكر علشان يوقع لنادي فيوتشر، يبقى سلم لي على المعسكرات. طبعا اي هري اي كلام، وهذا الكلام ليس له
اي اساس من الصحه لكن نعوم، احنا زعلانين من فيوتشر، خلاص حط فيوتشر جنب النادي الاهلي وهاجم فيوتشر واضرب في النادي الاهلي. رابطه الانديه المحترفه للدوري المصري اختارت الحارس احمد يحيى حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري افضل لاعب في الجوله ال 24 من عمر مسابقه الدوري المصري، رغم خسارته وخساره نادي الاتحاد السكندري بخمس اهداف امام سيراميكا، الا ان ما حدث في هذه المباراه دعا رابطه الانديه انها تختاره كافضل حارس. طبعا احنا بقينا في وسط جماهير صعبه للغايه، ولا بتقدر ولا في انسانيات ولا في احاسيس ولا في اي مشاعر خالص. يعني اللاعب اخوه الكبير توفى من اقل من يومين، ودخل المعسكر بتاع نادي الاتحاد وجاه على نفسه رغم احزانه ولعب الماتش النهارده. وماتش الاتحاد وسيراميكا تبص الاهداف اللي هي دخلت في اللاعب تقريبا يعني عدد كثير من الاهداف الخمسه اللي دخلوا لا يسال عنهم يعني، ومع ذلك الجمهور قاعد يشتمه ويهتف ضده. اللاعب اتاثر بهذه الهتافات المسيئه وخرج، كل الناس بقى حاولوا مع الجهاز الفني النادي الاتحاد وحتى سيراميكا الكابتن احمد ناجي حاول يواسيه، وقال الكابتن احمد ناجي قال لك الجمهور كان قاسي ها، وقلت له مش هتضل لاعب، قال لك انا هبطل كوره وهعتزل والكلام ده كله. والكابتن احمد ناجي قال لك لا انت مش هتعرف تلعب حارس مرمى جيد، وهيجي منك لسه قدامك 10 15 سنه هتلعبهم وهتبقى كويس، ولازم يكون عندك ثقه في نفسك. في نفس السياق ونادي الاتحاد السكندري بعد الخساره الثقيله من نادي سيراميكا بخماسيه، الكابتن عماد النحاس تقدم باستقالته لنادي الاتحاد السكندري عشان يرفع الحرج عن اداره نادي الاتحاد السكندري محمد من صلحي، لان اداره نادي الاتحاد السكندري قالك حتى الان مفيش اي كلام ولم نتخذ اي قرار ولم نبت في اي شيء، وبكره في اجتماع هيتم عقده من مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري بخصوص ما حدث في المباراه، وفي نسبه كبيره هيتم توقيع غرامات ماليه وعقوبات على اللعيبه. اما الان فيما يخص الكابتن عماد النحاس فما فيش اي اجراء ولا في اي رد فعل من نادي الاتحاد السكندري او اي قرار، بكره هيكون القرار في كافه الامور الخاصه سواء باللعيبه او بالمدير الفني. امير توفيق قلت لحضراتكم قبل كده اللاعب نادي الوداد اللاعب المغربي يحيى جبران تم عرض عليه مبلغ من نادي الوداد عشان يجدد، طبعا المبلغ اكبر من نادي الزمالك عرضه عليه، فبالتالي هو مش هيروح نادي الزمالك. وسعيد النصري قال الكلام ده، احنا في عرض معروض على لاعب مليون ونص دولار في نادي الزمالك، عرض 500,000 دولار ولا هيروح فين؟ العرض فرق شاسع يعني. فبالتالي معروف من زمن وقلت حضراتكم يحيى جبران مش هيروح نادي الزمالك لانه هو رافض العرض بتاع نادي الزمالك. النهارده بدل ما نادي الزمالك يقول لك انا بترفض زي العروسه اللي بتقول او العريس اللي بيقول انا ما بترفضش، انا نادي الزمالك مين يرفضني؟ مرتضى منصور اتكلم عن رمضان صبحي وقال لك احنا مش عايزين رمضان، رمضان لاعب كويس ولاعب زملكاوي طول عمره، لكن خرج من حسابات زي ما قلت حضراتكم. امير مرتضى على طريقه والده بيقول برضو الزمالك بيرفض ضم يحيى جبران، رغم انه كان في كلام ان مرتضى منصور وخالد غندور وعندنا لعيبه وعرب وشمال هم اللي بينجحوا واطمنوا يا جمهور نادي الزمالك، لكن زي ما بقول لحضراتكم امير مرتضى منصور قال لك احنا لن نضم اللاعب المغربي. ده والدك مأكد يا استاذ امير يعني، لا مالناش دعوه بمرتضى، احنا بنتكلم والحاجه الفنيه للمدير الفني هو اللي بيحدد مين نتعاقد معاه ومين لا. بالنسبه لابراهيم عادل زي ما قلت لحضراتكم في الفتره الماضيه كان في رغبه قويه من ابراهيم عادل للتعاقد مع النادي الاهلي، حابب ينتقل زي قفشه، شاف مع بيراميدز مش هيحقق حاجه، عاوز ينتقل يحقق انجازات وبطولات وارقام يعمل له نفس في مع النادي الاهلي يعني. لكن نادي بيراميدز متعنت معاه زي ما تعنت مع قفشه، لكن مع اصرار اللاعب والضغط نادي فيوتشر او اسف نادي بيراميدز، انا مش عارف بتلخبط ليه دايما بيراميدز واثنين زي بعض يعني، لكن ده فلوسه كتيره بيراميدز يعني. لكن زي ما بقول لحضراتكم بعد ضغط اللاعب نادي بيراميدز قال له هات لي انا عرض كبير وحدد لك، قال لك 6 مليون دولار، مين اللي هيدفع في لاعب مصر 6 مليون دولار؟ لكن مع شويه ضغط والامور كلها هتظبط ان شاء الله يعني، لكن قال لك هم عندهم رغبه، قال لك 6 مليون دولار عايز تخرج تخرج بره مصر يعني. ده بالنسبه للاعب ابراهيم
عادل رئاس سالم الشمس يقول لك كلف ممدوح عيد بالبدء في تسويق ابراهيم عادل خلال المرحله المقبله بسبب رغبه اللاعب، وفتح ومزاد على اللاعب في الصيف المقبل، وقال في تعليمات صارمه لممدوح عيد بعدم الاقتراب من ابراهيم عادل ورحيله، يعني بيبحث لي عن عرض خارجي. يعني ومين هو في عرض داخلي هيندفع للاعب 6، مين في مصر هيدفع اللاعب 6 مليون دولار؟ يعني كابتن وليد سليمان بيفاضل بين العمل الاداري والتدريب بعد الاعتزال في النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم ده اخر موسم لوليد سليمان مع النادي الاهلي، وهيعتزل. الاهلي عرض عليه زي ما عرض على حسام عاشور، عايز تعتزل ده جدران النادي الاهلي يبقى لك مجال تدريبي في قطاعات الناشئين وتتدرج، او تشتغل كاداري في النادي الاهلي. فوليد سليمان لا يزال يفكر في هذا الامر. امير مرتضى منصور زعلان من تصريحات فيريرا اللي اتكلم فيها بشكل جيد عن طارق حامد، لما اتكلم عن غياب طارق حامد وتاثيره على الفريق، وقال لاعب كبير ولاعب مؤثر ما كانش بيلعب معاه في الولايه الاولى بسبب كثره اصاباته، لكن احنا محتاجينه في الاونه الاخيره. فده اغضب امير مرتضى منصور اللي كان اتخذ وعقد النيه انه لن يجدد لطارق حامد، فازاي انت بتحرجنا يعني قدام الجمهور يعني. بالنسبه لمباراه النادي الاهلي وبيراميدز بعد بكره، خلاص بكره النهارده احنا من الجمعه يعني، بكره ان شاء الله هتكون الساعه 9 مساء بطاقم تحكيم اسباني هيديرها الحكم الاسباني كارلوس ديل، وده حكم الساحه، وكل التوفيق للنادي. بيقول لك ظابط اسباني جايبين ظابط، طب ما احنا عندنا يعني محمد عادل برضه كان ظابط وكان حكم احتواء كان كويس، بتهددونا يا اخوانا يعني، نتمنى ان يكون حكم جيد يعني. في النهايه شكرا لحسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله.